قناة الهدى للإعلام الدعوي تقدم. نبدأ بالترحم على أخينا وشيخنا سي حسن خبيري رحمة الله عليه، نسأل الله عز وجل أن يتقبله في الصالحين وأن يحشره في زمرة محمد وحزبه الذين حمل هم الدعوة إلى منهجهم ودفع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم وعلم القرآن والسنة وغيره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. وهذا الأمر ذكرته حتى لا يكون طالب العلم في غفلة عن هذا الأمر. صحيح أننا صغار في السن والشيخ راه باقي صغير في السن، شحال هذا باقي صغير. صحيح أننا شباب وأننا كذا وأننا كذا، لكن لابد دائما أن نجعل نصب أعيننا أن الأجل ينتظرنا وأن الموت هو نهاية لا مفر ولا محال ولا محيد عنها. فالإنسان يستعد لهذا الأمر ولا يشغل نفسه بمشاغل الدنيا والسعي للترفع والتدرج والصعود في مدارجها ومسالكها، فإنما هي مهالك في حقيقة الأمر، إنما هي مهالك. وقد ذكرنا قبل ذلك في هذه الحلية أن إبليس لعنة الله عليه أشد من يعالجه وأشد من يحاربه وأشد من يحاول أن يثنيه وطالب العلم. إن أخرجه عن طريق وحاد به وزاغ به عن طريق طلب العلم فبالنسبة إليه تلك مفازة وفوز ليس بعده فوز. أما تغفلوش على هذا الأمر، هذا مهما كان السبب، زواج، دنيا، عمل، تجارة، سفر، انشغالات، مشاكل عائلية، مهما كان السبب، مهما حتى على الطريق، فهو ماذا فعل؟ قد أزال عدوا مستقبليا له. شتي هو باش تكي أن طالب العلم من أشد أعداء إبليس عنة الله، لمن يحاربه في نفسه ويحاربه في من حوله بنشر السنة ونشر التوحيد ونصر العقيدة الصحيحة صلى الله. فهذا جندي من جنود الرحمن، وإبليس لعنة الله عليه يزيحه حتى ينتصر جنوده، جنود الشيطان وأولياؤه. فلا يمكن أن ينتصر إن لم يزيح مثل هذه العقبات، خاصة إن كان طالب علم مجيد ومشتغل ومتفرغ وعنده ظروف تسمح له بالاستمرار في الطلب، عنده إشكالات، فهذا بالنسبة إليه خطر مستقبل يجب أن يتخلص منه. فموت أمثال مثل هذا الشيخ هي ثلمة في الأمة، وهي نقص ليس من الجنود، بل هؤلاء هم القادة، من القادة الذين يؤطرون هؤلاء الجنود اللي هما أولياء الرحمن الذين يدرسون والذين درسوا ويدرسون ويعلمون ويفقهون، خاصة مع العقيدة السليمة الصحيحة. فهذا لا شك أنه ثلمة، نسأل الله عز وجل أن يعوضه أهلا خيرا من أهله، وأن يعوضه خيرا مما لقيه من الدنيا، وأن يجعل مقامه في الآخرة نعيما وفردوسا وصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والرسل والصديقين والشهداء. ولعل ما ختم له به يكون علامة خير إن شاء الله تعالى. حسبه كذلك أنه مات وهو يدرس القرآن في جلسة يعرض عليه أحد الطلبة يستظهر عليه القرآن، وكان بعض الطلبة الآخر ينتظرون، وإذا به يحس بوعكة، وعكة صحية، فقال الطالب حسبك. لما توقف الطالب حاول أن يدخل البيت، نحسب أنه ماشي هو هذا، لكنه لم يصل حد الدرج فسقط. ملي خداو الطلبة بدأ يتقيأ وحاولوا أن يأخذوا إلى المستشفى، لكنه لم يصلوا إلى مصحة إلا وهو ميت. لما رأى الطبيب قال هذا لا يستجيب، مات في الطريق رحمة الله عليه. فهذه علامة من علامات حسن الخاتمة، أنه مات على القرآن ويدرس القرآن وفي حلقة القرآن،
وخطوته كلها راه مجلس علم هذاك، وكما قلنا هذا يحارب اولياء الشيطان ويحاور ويحارب واحد العدد ديال المبتدعه وكذا، ويحارب الكسل والعجز في الطلبه، يحارب فيهم هذه الوسائل الشاغله التي تشغلهم عن طلب العلم، ويشجعهم. كل هذا راه جهاد، كل هذا راه جهاد، اسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبله. وهذا من فضل الاشتغال بطلب العلم، ان طالب العلم الله عز وجل لا يخذله، ان صدق صدق في اخلاص الله سبحانه وتعالى لا يخذله، بل يمسك يقبض روحه على خاتمة حسنة تكون عالم، ولله الحمد. من فضل الاشتغال بالسنة والحفاظ عليها وتعلمها وتعليمها، فكل هذا خير إن شاء الله تعالى.